أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد. قال المراد رحمه الله تعالى لو الشرطية، القسم الثاني لو الشرطية التي بمعنى إن، فهذه مثل إن الشرطية يليها المستقبل وتصرف الماضي إلى الاستقبال. ما معنى تصرف الماضي؟ تقلب معناه، تصرف معناه تقلب المعنى، الماضي إلى الاستقبال أي معناه لا لفظه. قال لك قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وكقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خاف عليهم، وقول الشاعر قوم إذا حاربوا شدوا ما أزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري. هذا يدل على أخذ الأمر بجدية، جدية الحروب. الشاعر هو الأخطل. قال وقول الآخر لا يلفك الراجوك إلا مظهرا، لا يلفك الراجوك إلا مظهرا خلق الكرام ولو تكون عديما. لا يلفك يعني لا يجدك، معنى ألف الشيء معنى وجده. لا يلفك الراجوك يعني الذين يرجونك ويأملون منك خيرا، الراجوك وهنا يعني المضاف دخل عليه ايش؟ ال، والمضاف اليه بدون ال. هذه احد خمس مسائل يصح فيها دخول ال على المضاف مع المضاف إليه أو على المضاف وحده، خمس حالات يعني فصلها في قطر الندى وفي الشذور، شذور الذهب، راجع باب الإضافة من كلا الكتابين. قال وكون لو بمعنى إن ذكره كثير من النحويين. بمعنى إن، ما معنى بمعنى إن؟ تعليق شيء على شيء، تعليق شيء على شيء، تعليق يعني حصول يعني جواب الشرط على حصول فعل الشرط. قال وكون لو بمعنى إن ذكره كثير من النحويين، وقال ابن الحاج في نقده على ابن عصفور هذا خطأ، والقاطع بذلك أنك لا تقول لو يقوم زيد فعمر منطلق كما تقول إلا يقوم زيد فعور منطلق. وتأول قوله ولو باتت بأطهاري، وقال بدر الدين ابن مالك في شرح الألفية وعندي أن لولا تكون لغاية الشرط في الماضي، وما تمسكوا به من نحو قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، وقال الشاعر ولو أن ليل الأخيلية تسلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدا من جانب القبر صائح، لا حجث فيه لصحة حملها على المضي انتهى، لصحة حملها على الماضي. نقول الذي قال يعني والقاطع بذلك أنك لا تقول لو يقوم زيد فعمر منطلق، نقول هي بمعنى لو يعني هي بمعنى إن، ولا تأخذ جميع خصائص إن، فإن يأتي في جوابها إيش؟ اقتران الفاء. ولو ليس من الشرط أن تطابق إن في جميع إيش؟ لأن إن الشرطية لها خصائص. الشبه بين لو وبين إن الشرطية هل في جميع الخصائص أو في المعنى فقط؟
في المعنى فقط. إذن يرد قولهم هذا، اعتراضهم مردود. قالوا وإذا دخلت لو على المستقبل فهل تجزم أو لا؟ زعم قوم أن الجزم بها لغة مضطردة. ما معنى مضطردة؟ مستمرة. قال وذهب قوم منه ابن الشقري إلى أنه يجوز الجزم بها في الشعر، على حرف جزم بالشعر مثل ماذا؟ مثل إذا، مثل إذا. واستدلوا بقول الشاعر ولو يشاء، ولو يشاء طار به ذو ميعة لاحق الآطال، لو يشاء طار به ذو ميعة لاحق الآطال نهد ذو خصل. طيب هنا بارك الله فيكم فائدة، قوله قول الشاعر ولو أن ليلى الأخيلية تسلمت، هذا الذي قاله توبة بن حمير، توبة بن حمير. والجندل الحجارة، وزق صاحة، والصدى ما يبقى في القبر من الميت. والصواب أن الصدى يعني ترداد الصوت، ترداد الصوت. قال ويزعم العرب أنه يصير طائرا، عندهم اعتقاد. قال وبقول الآخر تامت سؤادك لو يحزنك ما صنعت إحدى نساء بني ذهل بن شيبان، تامت فؤادك. طيب والذي قاله لم يشاء طار به ذو ميعة لاحق الآطال نهد ذو خصل، قاله علقمة الفحل، وينسب إلى امرأة من الحارث. والميع النشاط، يعني يريد فرسا نشيطا. وما معنى لاحق الآطال؟ يعني الإطل، إطل ويقال أيطل، هي الخاصرة. أي إنه ما معنى لاحق الآطال؟ يعني خاصرته بطنه ضامرة على ظهره، فخاصرته ما هي؟ يعني ماذا؟ ليست له خاصرة، ضعيفة، ضعيفة، معنى أنه يكاد أن إذا اجتمع، إذا جمعت الشبرين أن تحيط به. لاحق الآطال نهد، نهد يعني بمعنى أنه إيش؟ ذو صدر، ذو صدر رفيع. والنهد الصدر، يعني ذو خصل، يعني الخصل لماذا؟ جمع ماذا؟ جمع خصلة، جمع خصلة. والخصلة ما هي؟ يعني الطائفة من الشعر، يعني يقول شعر الفرس الذي يعني من فوق رأسه إلى آخر رقبته، يعني كبيرة، كبيرة، يعني ترتاد عليه، يعني إذا مال يمين تميل معه، إذا مال شمال تميل معه. هذا من جمال الخيل. طيب وقول الآخر تامت فؤادك لو يحزن كما صنعت إحدى نساء بني ذهل بن شيبان. طيب القائل هو من؟ لقيط بن زرارة. وتامت، ما معنى تامت فؤادك؟ استعبدت، تام استعبد وحير، تامت فؤادك يعني حيرت فؤادك واستعبدت فؤادك. ويروى لم تقض الذي وعدت، طيب هذا هو.
قال وتأول ابن مالك في شرح الكافية هذين البيتين باعتبار لفظ البيتين. وإذا قال هاتين البيتين يعني باعتبار كلمة، باعتبار البيت مثل الكلمة أو الطائفة من الكلام. وقال لا حجة فيهما. قال القسم الثالث له المصدرية، وعلامتها أن يصلح في موضعها أن، كقوله تعالى يود أحدهم لو يعمر، لأحدهم تعميرا. ولا تحتاج إلى جواب، لكن خذ فائدة أن لو المصدرية تكون مسبوقة بفعل يفيد المحبة، يفيد المادة يود، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا يعني أحبوا، أحبوا إدهانك، يود أحدهم لو يعمر يعني يحب، يود ما يود لك وراء أن ينزل عليكم خيرا من ربكم، يعني من هذا. فلو هذه لابد أن تسبق بود أو ما يفيد المحبة ضابطها وعلامتها. قال وعلامتها أن يصلح في موضعها أن، وضابطها أن تسبق بود أحب وما بمعناهما. قال قول يود أحدهم لو يعمر، ولا تحتاج إلى جواب، هذه من علاماتها. ولم يذكر الجمهور أنها لو تكون مصدرية، وذكره عندها نقطة زائدة لستها. وذكر ذلك الفراء يحيى بن زياد وزكريا وأبو علي الفارسي والتبريزي شارح المعلقات، وأبو البقاء العكبري صاحب التبيان في إعراب القرآن ومن أهل السنة، وتبعه ابن مالك. ومن أنكرها تأول الآية ونحوها على حذف مفعول يود وجواب لو، أي يود أحدهم طول العمر لو يعمر ألف سنة لسر بذلك، قال ولا تقع له المصدرية غالبا إلا بعد مفهم تمن. ما معنى مفهم تمن؟ يعني بعد ما يفيد المحبة والمودة وما بمعناهما. قال نحو يود وقل وقوعها بعد غير ذلك، قل وقوعها بعد غير ذلك يعني بدون هذا، بدون هذا الضامن. قال كقول قتيلة بنت النضر ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيض المحنق. هذه يعني قتيلة يعني ماذا عتبت على النبي صلى الله عليه وسلم عدم إطلاق أسير لها، طيب عدم إطلاق أسير لها. طيب ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولها يعني قال لو سمعته قبل، يعني لو سمعت هذا القصيدة قبل لماذا لا أعطيته لها، لا هبته لها. قال القسم الرابع لو التي تمنى النحو لو تأتينا فتحدثنا كما تقول ليتك تأتينا فتحدثنا لو للتمني. قال ومن ذلك فلو أن لنا كرة فنكون، أتمني أسلوب تمني، تمني بلو. وهذه لما أفادت التمني نصب بعدها المضارع بأن ممر وجوبا بعد فاء السببية أو بعد واو المعية، والشاهد فنكون. ألا أن نكون فعل مضارع ما له
منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بطلب نوعه التمني بلو وليس التمني بليث على الأصل. قال ولو هذه كليث في نصب الفعل بعدها مقرونا بالفاء، نصب الفعل بعدها مقرونا بالفاء، نصب الفعل بعدها بأن مضمرة تكتب وجوبا، بأن مضمرة وجوبا في نصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا. قال واختلف فيها على ثلاثة أقوال. الأول أنها قسم براسه فلا تجاب كجواب لو الامتناعية، نص عليه ابن الصائغ وابن هشام الخضراوي، ابن الصائغ ذكر له ترجمة. هنا قال ابن الضائع، قال الصائع وابن الضائع هو أبو الحسن الضائع بالعين بالضاد والعين، هو أبو الحسن مع علي بن حمد بن علي، مات سنة 680 هجرية. قال ابن هشام الخضراوي الثاني أنها الامتناعية أشربت معها التمني. قال بعضهم هو صحيح لأنه قد جاء جوابها باللام بعد جوابها بالفاء في قول الشاعر فلو نبش المقابر عن كليب فتخبر بالدنائب أي يزير بيوم الشعثمين لقر عينا وكيف لقاء من تحت القبور. ومن القائل هذا الشعر؟ هذا المهلهل أبو زيد المهلهل، هذا هو أخو من؟ أخو كليب الذي ثأر له شأن الناقة، ناقة اسمها البسوس وقعت عليها الحرب 100 سنة، كم سفكت فيها من الدماء، حتى هذا المهلهل هو الذي كان يقول ايش؟ كل قتيل في كليب غره حتى يعم القتل آل مرة. يقول الشعثمين يوم الشعثمين، هذا حصل انتصار المهلهل، يعني في هذا اليوم. قال وكليب هو أخو مهلهل، والذنائب اسم موضع، والشعثمان رجلان، يعني ألقاهما يعني قتلهما. قال فلو نبش المقابر عن كليب فتخبر بالذنائب أي زير. قال بيوم الشعثمين لقر عينا، يعني كليب سيقر بهذا اليوم عينا، وكيف لقاء من تحت القبور، قوله وكيف لقاء من تحت القبور هذا يعني استفهام إنكار بمعنى النفي أي لا لقاء. قال الثالث أنها المصدرية أغنت عن التمني لكونها لا تقع غالبا إلا بعد مفهم تمنن، وهو قول ابن مالك ونص على أن لو في قوله فلو أننا كرت المصدرية واعتذر عن الجمع بينهما وبين أن المصدرية بوجهين، أحدهما أن التقرير لو ثبت أن، والثاني أن ذلك من باب التوكيد. وذكر بعضهم للو قسم آخر وهو أن تكون للتقليل كقولك أعطي المساكين ولو واحدا وصلي ولو الفريضة. قال ومنه قوله تعالى ولو على أنفسكم، وهذا عند التحقيق ليس بخارج عما تقدم الله أعلم، يرجع إلى ما قبله، يرجع إلى ما قبله. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام على من؟ أي علي على لو، ختمنا الكلام على لو.